السلام عليكم، جبتكم مقطع جديد اليوم. جايبكم مقطع رياكشن جديد في هذه القناة. من زمان ما نزلت رياكشن، لكن كل فترة وفترة أنزل مقطع رياكشن وأقول لكم عندي قناة ثانية حقت رياكشن في سلم رياكشن. تقريبا الحين في 74,700 مشترك، فاشتركوا فيها خلونا نوصل 100,000 أقرب وقت. وسحب عليه 3 أسابيع، يعني عشر رمضان، يعني ما في وقت والله، تعذرون يعني. فمقطع اليوم يقول لك نيو باتمان كيف، كيف اللي هو الكهف على شكل باتمان، خاص باتمان. اتوقع كذب هذه السالفة، او يمكن يصير في حدث بينزل او جبل خاص لباتمان تنزل فيه شخصيات وزي كذا، او يمكن فيه تحدي. فخلونا نشوف المقطع. قبل ما يبدا المقطع تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين، ولا تنسون كود الايتم شوب اللي ما حد حطاه VSL، اللي بينساه اول 3 حروف من اسم قناتي، اول 3 حروف من اسم كل حساباتي. يعطيكم العافية، خلونا نبدا في المقطع. بسم الله. كالعادة أول شيء يقول جيب لك لقطة. هاي أوكي، هذا تريك شوت. أوكي، مع البول جرابلر، حلو. يا ساتر، والله مو طبيعي، أقسم بالله العظيم لقطة رهيبة. يعني البول وما جت طلقة هناك كان سحبه توقع. هذا قاعد يطلق على واحد داخل الزون. أوكي، يرقص. أوه التايمينج، الله نايس نايس تايمينج. Today we get our first look at the new Batman book. اوكي، والله صدق صح انه صغير، ما يسمى كهف، لكن مكان خاص باتمان. شوفوا كيف حتى الطاولة فيها اوكي، هذا يقول لك المكان حقها، والله نايس. يقول انتم متحمسين للكيف حق باتمان او الكهف حق باتمان. انا زي ما قلت ما يسمى كهف، يسمى غرفة. The new stable bow is here and it's awesome. هذا ها وات، يحرق في نفس الوقت جرابلر، كل شوي يتغير. شوفوا قلب الستينك وصار نار وصار شكويب وصار جرابلر، والله العظيم شيء رهيب. كيف سوى هذا؟ اتوقع انه لو صار فيه بيكون نادر. يو نو ذا ستاتس ويبن، اوه مجرد انك تروح له يطلع لك الاحصائيات حقته، فشيء رهيب والله. ما شاء الله، والله انه ايش اللحيه لخمني هذا سقم، هذا والله يسقمه. ما فكر ينزل الا في الوقت. اوكي، كم واحد في بدايه الجيم؟ هذا راح المكان اللي مأفكين فيه الناس وينزلون في اخر الباص. اصبر اصبر اصبر، شلون ها سكر الباب بس يا اخي؟ ذا مجنون والله، والله مجنون. شلون يفكر ذي الافكار؟ شلون يجيبونها؟ شيء غريب. الحظ، اخي الحظ، الله حظك مخيز انت مره مره مره. اوكي، هذا مع البو كويف. اوكي، وات ذبحه وين ذبح؟ ايش فيه؟ وهذا مش الجلتشات قاعد تصير؟ سدد له يده، اخلص. ها؟ وش اللوت اللي طاح طيب؟ والله لعبة غريبة قسم بالله. راح. درس السيارة. شلون نط زي كذا؟ شلون؟ ايموت ترانسفورميشن، ايموت يقول لك تحول حق ايموت نيمار. والله رهيب، والله رهيب. اح والله سدد له 97. اللي بعده عطب البو، عطب البوم، يلا جاب البو. والله ميم ما شاء الله، والله ميم. هلا بي، ايش فيه؟ فريستايل هذا الرول حقه ولا ايش؟ ايش فيه؟ كل شوي ما يوقف. يا ساتر، خلص البنزين طيب. صاملين والله. هذا نفس اللي قبل شوي.
بيطيح تحت غبية زي ما توقعت زي ما توقعت. اوكي سمع صوت قام يقلب البو كذا يلف 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 الله مسكين. اوكي بيجيبون العيد بيطيحون طيحة غبية. واحد اثنين بسرعة بسرعة نطوا. ايش فيه ايش قاعد يسوي ذا؟ اوه صار واحد ولا اثنين هو الله لخمة صار جلتش يقول لك ثرو باك يعني يرجعك للزمن ايام كان في اشياء زي كذا. الو 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 لا انزل منا انزل ليه ليش صامل فيه طيب ذا؟ اوكي في واحد فوقه ومع سلاح قايس وات مستحيل يكون اللعب عادي ذا. اوكي دور له سلاح هذا جيت جست ما لقى ولا سلاح ولا طور ثاني ذا والسفينة اللي مستقعدة ما ادري شو وضعها. اوكي هذا قاعد يلعبون ارينا ازعاج. اوكي بيموت بيموت واحد اثنين هذا توقعت توقعت المفروض ما ينزل من السيارة الا اذا خلاص. اوي تايمينج بيوقف على واحد بيروح يقومه واحد بيوقف على واحد هو عبه في عشرة يوه والله حظا رخيص بنفس الوقت المفروض انه ما يشلل. اوي 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 والله رهيب البو يا اخي والله رهيب. يا ساتر دروب في اللقطة والله اللقطة مدردبة اح والله لقطة رهيبة بس كلها هذا ملقلقة. هذا اسباني معرق تريكسيمو يقول هذا حشرة هذا حشرة وات ما يشوفه ليش والله شيء غريب. اوكي ايش المكان مقلتش يعني اصلا ما في بنايه هنا وشلون علق زي كذا ما ادري والله ما ادري. سبرايز هوب والله اقولكم رهيب. طيب يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. الامانه المقطع فيه لقطات غريبه جلتشات مجنونه. الشيء اللي عجبني انه حاطين صدق يعني شيء الباتمان يعني ما في كليك بيت هذا الشيء المهم جدا. وفي لقطات رهيبه والله تريك شوت رهيبه رهيبه جدا. يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا. لا تنسون قناتي الثانيه تحت في الديسكربشن او تطلع لكم في اخر المقطع اضغطوا عليها واشتركوا في القناه خلونا نوصل فيها 80,000 يعني 5,000 مشترك سهله جدا يعني اللي قاعد يشوف المقطع الحين فوق 5,000 فاي واحد يشوف المقطع هذا يروح يشترك في القناه الثانيه ويشترك في القناه هذه بعد. يعطيكم العافية ولا تنسون كود VSL على خير.